جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا علمت بأن شخصا ما رأى من شعري أثناء صلاتي، فهل أكمل صلاتي أم أعيدها؟ إذا انكشف شيء من شعر المرأة في صلاته فإن بادر من غير تعمد، إذا انكشف هو بدون تعمد وبادرت بستره فإن صلاتها صحيحة. أما لو كشفته متعمدة أو انكشف بغير تعمد وعلمت بذلك وتركته مكشوفا فإن صلاتها باطلة، لأنها تركت شرطا من شروط الصلاة وهو ستر العورة، والمرأة كلها عورة بالصلاة إلا وجهها إذا لم يكن عندها رجال غير محارم لها. نعم.